با 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 تنداس تدق من حالها من حالها تنداس. يا اخي يا اخي ما شفته يا اخي يا اخي ما شفته يا اخي. خلاص ما ادري شو اسمه. خلنا نلعب لايفات. خلاص الشحن. اوه تحديث. وهم شاشه صغيره يعني هم ما راح تسوي شيء. ايه كان يدق الباب. ليش حافي؟ لا مش هنجاوب. تفضل شوف شوف شاء الله بخيرك تقري اليوم يا اخوان نلعب ببجي موبايل باكبر شاشه موجوده بالعالم. بس تقول لي شلون؟ طبعا ابا انت اي دفاع المقطع اتحداك اشوف لي اكبر من هاي الشاشه. اتحداك انا اتحداك تقدر ما تقدر لان انا اكبر شاشه. الله العظيم يضوجوني. يلا 1 2 3 ليتس جو. اوكي يا ربع طبعا هسه راح نلعب وين؟ دور عندكم اربع اختيارات. شفتوا الاختيارات هاي؟ ولا واحده صحيحه. اليوم يا اخوان راح نلعب هنا. ما يصير هنا. خلنا نطب جيم شو اكبر شاشه؟ عصير جيب لي عصير جيب لي ابني عصير جيب لي بعدين قاعد هذا بعده قاعد ابني يقوم جيب عصير انا ساكته ومتحمله. لا ما اقدر اصاحبي صاحب مو صاحب وجوه شو ظلمه يا ما انا ما ارد لي شمس انا مع العلم انه ايفر شمسنا طبعا حبيبي صاحب صاحب مو صاحب وجوه مصورنا الغالي دور وبيت مصورني با يا اخوان قوم سوي مشاهد قوم تمام اشرح لهم قوم بس با ايش قد با ايش قد هو با الكاميرا اشرح لنا الادوات. انا عارف اني مختلف. نعم. هاي الادوات شو تسوي؟ يا ودي حاجة مو بابا هذا التلفاز يتحكم. يحكي. التلفاز يتحكم عن بعد. نعم. ارمي ايام التلفاز. اوه من وحدة. سبحان الله. يا اخوان طبعا اذا تريدون نلعب على شاشة اكبر من هاي بعد جيب لكم شاشة عملاقة. احتمال العب بسينما. بس جد لازم نصور مقطع 500 ساعة ايزي بالمقطع اللي فات يا اخوان لعبنا بالتلفزيون قد وصلنا هاي قدامكم مش قد موجود بلا شي جيل يا الله مش مع طيارة يا اخوان اريد احياط بالطيارة تلعب اكبر تلفزيون شباب وين ما حطبون باي دربون اشي كلا من الاول على الطيارة شوف وين راح تنزل افتح الخريطة طبعا ان انا الحاوي هذا لازم نسوي شلون اقول لكم يعني احنا راح خط الطياره هنا تمام نحن وين راح ننزل هنا انا فخر نلحق بسرعه والله نسيت سنون انا وكلام والله عمي باع النزول شوفهم ولا هذا ماكل فاصوليا منو؟ هذا اللاعب اضحك بعد راح ابر الشاشه ما تشوف شيء ايفر طول هذا اوه بس شوف اللي واعي بطنانه
ماكو زلم والله العظيم تجربة حلوة. أنا عارف. شو قل لي شو كنت جالس عشان شغلك أغنية الحرب؟ شغل أغنية الحرب. ما جاي بس شميك على. طفي. حجب مكانك. يا غضب الله. أوه. أوه يا شكرا. طبعا هذا البوت. لا 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 مستودع. طبعا المستودع اشرح لنا يا جيلي. المستودع هو خارطة جديدة. بس شنو المسدس؟ مسدس يمه حجي. من آه. آه. هذا يا ابو شفقه هذا راح بوت ابو شفقه راح يوكلنا خلاص يا اخوان اعلمكم طريقه اعلمكم طريقه شلون تاخذون السلاح ارفعه تمام هسه تخيل انه واحد قدامك عنده سلاح تمام راح شو تسوي له اوكي يا ربع اشيل انا سنايبر اخترت سنايبر لين ليش ما هذا اريد نوشكو هذا قول لك سيف يعني انا صراحه ما اعرف شلون صحك نوسكو با يا اخوان المستودع دائما يكون صوت التاير اويلي بو على الام قلت لك عرفته طبعا اوه نوسكو ما مات اكو اوه عملت ميت بس اوه الله مره ثانيه الله اوه من ورا شباب انا هذا الشاشه الكبيره اريد لي اكبر انا صراحه 500,000 يلا 500,000 لاك وانت تسوي واحدة اكبر اخضرت تمام انا اريد الشاشة اكبر اما ما انا شوية نظري مو زين اوكي يا اخوان طبعا لهنا وصلنا شنو اوكي يا اخوان لهنا وصلنا نهاية الحلقة اتمنى انكم استمتعتوا مو ما ادري ما استمتعتوا لان تريدون شاشة اكبر فخلصنا وصلنا شيت هل وصل هذا المقطع 500,000 لاك Peace.